هكاونت حصلوا على الكول، الكونت على غاب. هنايا برك البنات رجعت لكم للجزء الامامي تاع لاغوب كما فصلناه قبل مع بعضنا. راح نعطي لكم كيف تراسيت لكم قبل لابانس فرانسيز هذه، ودركا راح نقصها معاكم برك باه ما تفوتكم حتى، يعني باه ما تفوتكم حتى تفصيله من حتى تفصيل يعني ولو صغير. فوالا هاي ليكم، قلت لكم نخلي من هنا نخلي كات دوا. نجي للخط هذا، إذا كانت هذه الطريقة يعني سهلة يعني بلا حسابات وبلا يعني الطريقة سهلة. هنا نخلي كات دوا من الكتف، نحط نقطة هنايا، نهبط لهنا متابق لهنا قلنا فا، نهبط فا، نجي مع هذه الفا ندير الخط هذا، نحسب لكانت مولاتها رقيقة نحسب كات دوا ونحط نقطة، لكانت متوسطة ولا سمينة نحسب سانك دوا ليسونسيال على حسب لاطاي تاعها ونحط نقطة. ومن بعد نجي ندير التقويسة هذه هكا نوصلها لهنا، ومن بعد كي نوصل لهنايا بالخط لهنايا نهبط هنا نهبطو 6 صوابع ولا 7 سنتيمتر لهنا، الاخر تاعها 7 سنتيمتر هذوما، ونكملو من وصلنا لهنا نزيدو نكملو لهنا، نديرو هذه الرسمة تاعنا هذه هكا مقوسة، ونجيبو المقص ونقصوها كيما قصيتها دركا قدامكم. هاي ليكم بقات الرقبة هنا البنات، الرقبة راح تكون على حساب هذاك الكول اللي خدمناه. الكول تاعنا راني غير نفهم فيكم بركة البنات مازال ماهمش مخيطين، هذا هو الكول تاعنا ليسونسيال، يجي هكا يجي هكا الكول تاعنا يجي هكا. راح يجي هكا، احنا نرسموا عليه الرقبة على حساب الكول تاعنا، يعني هذه الطريقة المبسطة، ونقصوها بالمقص ومن بعد نسفجو ونلصقوا الكول. تبعوا معايا طريقة الخياطة تفهموا. هاد ملي بانس البنات اللي فصلناهم نبدا نخيط عليهم هما الاولين. هذه لابانس الأولى، نزيدو لا دوزيام، نبداو منها من تحت، هذه لابانس الثانية، هنا نبدا على الكول البنات، نبدا نحكمو باللي دي بانج، نحكم الكويغ في ال باش نقولو في السفاج تاعو بليزي بانجل، ونبدا نخيط. بسم الله
قلنا البنات هنا نحكم الكول تاعي كامل بليزي بانك الفسفاش تاعو باه ما يملصش من اللون. نبدا نخيط. بسم الله يا ربي. هنايا برك نرجع الخيط على طونسيون. ونبدا نخيط بسم الله. انا راني نخيط على جهة التفاز ماشي على جهة الكوير. فوالا البنات هذا هو الكول تاعنا تاع لاغوب. كي يكمل ويتلصق راح يبان خير وخير، يعني في الرقبه راح كي نابليكيوه في الرقبه راح يبان احسن. هنايا راني قفلت الظهر، هنايا قفلت الظهر. نرجع نخيط لي بانس. هنايا سي بون خيطت لي بانس. نرجع للامام. هنا راني حكمت هذيك لاباند بليزي بانجل في النص. هنا راهي هابطة كامل من فوق لتحت، حكمتها بليزي بانجل. بعد ما حليت اكيد الامام تاع لاغوب حليته من فوق لتحت بالمقص. درت له نفس الحله اللي في الظهر كيما في الظهر، ولكن ماشي في النص قد قد، نبعده عن النص ب 1 سنتيمتر ونحلوها بالطول. نكمل الخياطه نحيلها لي زيبانغلو ونرجع لكم. هنايا البنات بعد ما ركبت هذيك لاباند في النص تاع الجزء الامامي تاع لاغوب، ركبت فيها هذه لاباند.
حتى للأسفل. ركبت فيها البنات هذه لابوند، ومن بعد ما ركبتها، عفوا هنا بعد ما ركبتها نقلب هكا، نقلب لهذا الجزء الامامي، وحطيت عليه الكول، حطيت الكول هنا الكتف، حطيت الكول في الكتف، خليت 8 اصابع تاع الرقبه، وحطيت منه ومنه الكتف تاع الكول في الكتف تاع لاغوب. هاوليكم الكول حطيته، ومن بعد ايبانغليته كامل وخيطته. درك نحلو لي زيبانغل معاكم. فت عليه كامل هكا بخياطه، هنا فت عليه بخياطة، فت عليه كامل بخياطة، ودركا نفصلوا الرقبة تاعنا تاع الأمام، نتبعوا غير وين خيطنا هذا الكول. نحي هذه زياده اللي خرجت لي هنا البنات. هنايا كنخيط هذه لابانس، كنخيط لابانس راح تخرج لي شويه زياده هنا، نحيها هكا برك في الجهه الثانيه وسي هكا برك بهذه الطريقه. ومن بعد منا ندخل هكا شويه في التقويره هذه تاع الابط، حرده الابط، على خاطر من الامام لازم تكون شويه هابطه على الخلف هكا هكا. ولا هنا نكرونتي البنات كامل، نكرونتي كامل الرقبه باكينا نقلبوا القماء، نقلبوا الكول على برا، ما تجيناش مكمشه ولا جينا مفينيا وراقدة. يعني قاعدة نشرح لكم بطريقة مبسطة مبسطة برك، واللي ما فهمتش نقدر نعود لكم، يعني نديرها لكم سلسلة، مرة بار اكزامبل ندير لكم فيديو فيه طريقة تصفاج الكول، مرة طريقة تركب الكول على الرقابة، وكاين انواع بزاف تاع لي كول، مرة بار اكزامبل ندير لكم انواع لي مانش، مره ندير لكم انواع هكا، ودركا نقلبوا باردون انواع يعني تفصيلات وانواع ليسونسيال كامل. واش ما فهمتوش خليوا لي في التعليقات، وانا كل مره الا حبيت ندير لكم كل حاجه على حده، ما يكونش فيديو مطول كيما هذا، باه تفهموه، باه تفهموني بيا. فوالا شوفوا هنا بدا الشكل يتوضح هكا، كي نقلبو هكا. درك انا نيبانغليه كامل، ومن بعد نرجع لكم.